يوم الثلاثاء أجواء على العموم غائمة بالمناطق الوسطى والغربية مرفوقة بهبوب رياح قوية نحو كل السواحل، كذلك بالمرتفعات الوسطى والغربية. تبقى أجواء مشمسة على العموم بسواحل الشرقية رعدية نحو منطقة الأوراس، صفاء تام من شمال الصحراء إلى غاية الصحراء الوسطى، بينما أجواء رعدية بأقصى الجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب. درجة حرارة تبقى مرتفعة نحو المناطق الشرقية، تراجع طفيف نحو المناطق الغربية. يوم الأربعاء بحول الله تحسن في حالة السماء على كل المناطق الشمالية، تبقى رياح قوية تخص كل السواحل والمرتفعات الوسطى والغربية. نفس الوضعية الجوية على المناطق الجنوبية، لكن درجات الحرارة ستعرف ارتفاع هذه المرة نحو المناطق الشرقية لتصل محليا إلى 46 درجة بالمناطق الداخلية. نفس المقياس سيسجل بالصحراء الوسطى وحتى بأقصى الجنوب الغربي. يوم الخميس بإذن الله تراجع محسوس لدرجات الحرارة، وهذا على كل المناطق الشمالية. إذن يوم الخميس ستبقى الأجواء مشمسة على المناطق الشمالية عدا المناطق الشرقية، أجواء مغشاة ورعدية بمنطقة الأوراس، تراجع محسوس لدرجة الحرارة على كل السواحل.